المفرش ده بجد تحفة، من أجمل الحاجات الهاند ميد اللي أنا عملتها. جبت قطعة من قماش الكتان، تقريبا العرض بتاعها 40 سنتي في متر ونص. بدأت ان انا اقصها كده بمثلثين من الجناب زي ما انتوا شايفينها كده بالظبط. وانا عشان مش عندي مكنة فجبت الشرايط اللي هي الفازلين دي اللي بتلزق القماش في بعضه، بدأت ان انا احطه كده علشان اتنيه من الجنبين بالمكوة، اول ما بتسخن بتلزق كويس جدا كأني مخيطاها بالظبط. وبعد كده بقى جبت القماش الجلد ده، القماش ده بنلاقيه عند محلات القماش. القماش بصراحه حلو قوي، انا حبيت اللون الذهبي. وجبت المجسم ده مكتوب عليه رمضان كريم، عجبني بصراحه شكله فحبيت ان انا احطه في المفرش. وبدات ان انا احدده كده بالقلم، حددته الاول كويس جدا، وبعد كده بقى بالقطر الصغير ده، وبدات ان انا افرغه. اتفرغ معايا بكل سهوله، هو بس عايز دقه شويه، بس القماش بيتقطع بسهوله جدا ما تقلقوش. او ممكن تجيبوا الاستيكرات الجاهزه اللي هي بتتلزق على طول. وده كان الشكل النهائي بتاعه، بصراحه عجبني شكله. وهبتدي ان انا اجيب كده حاجه على شكل مربع علشان اعمل النجمه الرمضانيه اللي بتبقى موجوده على قماش الخياميه دي، بتبقى عباره عن مربعين كده في قلب بعض. وبعد كده هبتدي ان انا افرغها برده وهعمل منها اتنين. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وتابعوني علشان يوصلكم كل جديد. حاولوا بس وانتوا بتفرغوا خليكم على اطراف القماش علشان ما تحضروش منه كتير، عشان ممكن تستغلوه في حاجات تانية كتير بعد كده. وهجيب طبق وهبتدي ان انا اعمل شكل الهلال. هعمل الهلال بتاعي كبير شويه، طبعا كلنا عارفين بنعمل شكل الهلال ازاي. هعمل دايرتين كده في قلب بعض، وهعمل واحد تاني زيه بالظبط بنفس المقاسات. وهجيب مسطره وهبتدي ان انا اظبط المقاسات بحيث ان هو يكون متوزع كويس جدا على المفرش من فوق ومن تحت. وهبتدي ان انا اثبته بقى بلزق الشمع بالراحه كده، واحاول ان انا ما احط الشمع كتير علشان الشمع ما يكلكعش ويبقى شكله مش حلو، لان الخامه الجلد دي بتبقى حساسه شويه. وهجيب بقى شريط التطريز ده، الشريط ده تقريبا موجود في معظم المكتبات الكبيره او في محلات الهاند ميد، موجود منتشر جدا اصلا الايام دي. هجيب منه الذهبي الرفيع شويه، وبعد كده هبتدي ان انا اثبته كده على الحروف بتاعه المفرش. بصراحه ودت المفرش في حته تانية خالص، شكله بقى حلو جدا. وبالشريط التاني اللي هو ارفع منه، ولو ما لقيناهوش احنا ممكن نقسمه نصين مفيش اي مشكله. وهبتدي ان انا اثبته على الدايره دي وعلى الهلال وعلى النجمه، يعني هياخد مننا وقت شويه بس بصراحه يعني هيبقى النتيجه بتاعته حلوه جدا. هنعمل بقى الشرابه، هنعملها بخيط المكرميه اللي هو الاوف وايت عشان يمشي مع المفرش. هجيب كده الخيط العريض او اتنين من الخيط رفيع، وهبتدي ان انا افكه كده، وهعمل منه تعليقه كده من نص بالظبط، وهربطه ربطه كويسه. وهفك بقى الخيط اللي هو لف على بعضه ده بحيث ان هو يديني اللي هو الشكل بتاع الشراشيب ده بالظبط. ولو طلع طويل شويه مش مشكله، احنا هنقصه في الاخر. واجيب قطعه من التطريز اللي هو الذهبي ده، وهبتدي ان انا الفه كده عليها بحيث تكون ممسوكه من تحت، وهلزقها بالشمع كويس جدا، هتمسك معايا بكل سهوله. وهبتدي ان انا اسرحها كده باي مشط او اي حاجه، اي فرشه موجوده عندنا، بحيث ان انا اظبط كل الشراشيب ديت واقصها كويس. هعمل منها اتنين طبعا علشان الناحيتين، وهبتدي ان انا احطها كده على طرف المفرش من ورا. وهجيب قطعه تانية من نفس القماش برده، وهحط عليها كده من فوق بحيث ان هو يثبتها ويكون شكلها حلو. بصراحه المفرش طلع حلو قوي، النتيجه بتاعته بالنسبه لي كانت مرضيه جدا وكانت مبهره كمان. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وتابعوني علشان يوصلكم كل جديد.